تواصل قبائل مارب هذه الأيام إجراء تمارين لاختبار الجاهزية للقوة في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد وتطورات الأوضاع في المحافظات المحيطة. وكانت مجموعة قبلية متواجدة بمحيط المحافظة أجرت يومي الخميس والجمعة استعراضا للقوة وتمارين لإطلاق النار بمشاركة عدد من مسلحي فصائل القبائل، حيث تم خلال هذا العرض اختبار جاهزية واستعداد المقاتلين. كما تم استعراض مهارات الأفراد في استخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكذا الثقيلة، بالإضافة إلى مهارة القنص وتصويب الأهداف. واستعرض المشاركون خلال المناورات مهارات قتالية أخرى متنوعة.